السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم يا شباب؟ معكم قناة PS4 Idea، ودائما كارو بينزل إصدار جديد من تطبيق الأندرويد الخاص فيه بعد كل تحديث للجيل بريك. فبعد آخر تحديث للجيل بريك لإصدار 9 أطلق كارو نسخة جديدة من تطبيق الأندرويد اللي بيسمح لك بعمل كاش لأي صفحة جيل بريك من 5.05 وحتى الإصدار 9 على جهاز PS4. فان شاء الله اليوم يا شباب رح نشوف كيف نعمل كاش اوف لاين لاي صفحة جيل بريك بدنا اياها فقط من خلال هاتف الاندرويد، واوف لاين بدون استخدام الانترنت. في البداية يا شباب على جهاز الاندرويد كل اللي رح اعمله رح اشغل بيانات الجوال اللي عندي ورح اشغل نقطة الاتصال. طبعا سواء بيانات الجوال عندك كان فيها نت او ما كان فيها نت طريقة شغالة 100%. في البداية خليني أشوف اسم نقطة الاتصال PS4 Idea 2، هاي هي اللي راح أشبك عليها جهاز PS4. طبعا لاحظوا يا شباب أني أنا مشغل بيانات الجوال، لكن لو دخلت على اليوتيوب ما في اتصال بالنت إطلاقا، ولو اتجهت على جروب الفيسبوك الخاص بالقناة أيضا ما في نت. تمام، فقط كل اللي بحتاجه نقطة اتصال سواء كان عندي نت أو ما كان عندي نت. حاليا خليني أوصل جهاز PS4 بنقطة اتصال الجوال. نتجه على الإعدادات ومننزل على الشبكة، اختبار الاتصال بالإنترنت، نختار الواي فاي يا شباب ومنختار مخصص، ومن هون بنختار شبكة الجوال اللي احنا عاملينها PS4. نعطي التالي، بعطي تلقائي لا تحدد، تلقائي لا تستخدم، بعدين بنعمل اختبار اتصال بالانترنت. ولاحظ يا شباب راح يعطيني التحقق من عنوان الاي بي ناجح، لكن الاتصال بالانترنت فشل. تمام شباب، حاليا اتصلنا بنقطة الاتصال من هاتف الجوال، وزي ما شفتوا اعطاني على الحصول على الاي بي ناجح لكن الاتصال بالانترنت فشل. ما بيهمني اني اكون متصل بالانترنت، اهم اشي الاي بي. ولو اتجهنا على الشبكة، والشبكة المتصل انا فيها هي PS4 Idea 2، هي نقطة الاتصال فتحتها من هاتف الاندرويد. وحاليا يا شباب على جهاز الاندرويد كل اللي علي اني اثبت تطبيق كارو زي ما انتم شايفين قدامكم واشغله. لكن قبل ما اشغل التطبيق، اذا كنت مستخدم تطبيق قديم لكارو بالاصدارات 755 او 702 او قبل، لازم تتجه على الملفات اللي عندك، راح تلاقي مجلد من المجلدات اسمه Exploit Server، امسحه لانه هذا كاش قديم للبرنامج ما بدك اياه حتى يشتغل معك النسخة الجديدة 100%. تمام يا شباب. طبعا اذا ما كنت مستخدم البرنامج من قبل وهاي اول مرة فما في داعي لهاي الخطوة. نشغل التطبيق، وكل اللي علي يا شباب اني اضغط Start Server، وزي ما انتم شايفين ظهر عندي بالاسفل اي بي لازم اكتبه على جهاز PS4. فناخذ الاي بي ونكتبه على متصفح PS4، ولا تنسوا بالبداية يا شباب نكتب HTTP ضروري جدا. هذا هو الاي بي اللي اعطاني برنامج كارو، كتبته زي ما هو على متصفح PS4. وحاليا نعمل جو، وزي ما انتم شايفين يا شباب طلعت لي صفحة كارو بجميع الاصدارات 505 672 702 75X، المقصود فيها باصدارات 57 و 51 و 55، ما اظن انه في حدا موجود على هاي الاصدارات، وايضا اصدارات 9 زي ما عندي هون هو 9 جولد اول جيل بريك لاصدار 9، وهنا 9 ان اللي هو الجيل بريك الجديد، اول ما ادخل عليه بيعطيني جميع البيلودز مع الجولدن. الخيار الموجود هون يا شباب واللي هو 900 ان اي
هو اوتو اكسبلويت، يعني اول ما اشغله وبفعل لي الجيل بريك، نوصل اليو اس بي من فعل الجيل بريك، ومن ثم ندخل على قائمة البيلود، وعندي 900 ال اللي مقصود فيها لايت، هي نفس صفحة الاوتو اكسبلويت لكن ما فيها الا 8 او 9 بيلود، هي البيلودز المهمة فقط اللي بستخدمها، عشان هيك كارو مسميها لايت. فخليني استخدم مثلا صفحة ال 900 ان اي اوتو اكسبلويت، وزي ما انتم شايفين يا شباب قاعد بيعمل كاش بدون نت اطلاقا. تمام، هيك خلص كاش اوف لاين بكل بساطة. حاليا تقدر تسكر التطبيق خلص ما بدك اياه. نطلع ونرجع ندخل على المتصفح، وحاليا على صفحة 900 ان اي بستنى حتى يقول لي انسيرت يو اس بي. تمام يا شباب، حاليا بطلب مني اوصل اليو اس بي الموجود عليها ملف الجيل بريك. نضغط موافق وجيل بريك دن، فبيقول لي اسحب الفلاش خلاص. حاليا بعد ما فعلت الجيل بريك بروح وبفعل الجولدن. وهاي هي فكرة ال 900 ان اي على صفحة كارو، وهاي هي الطريقة يا شباب اللي بتعمل فيها كاش اوف لاين لأي صفحة بدك اياها من تطبيق كارو بدون نت اطلاقا. ايضا يا شباب اذا حاب تحمل صفحة جيل بريك الثانية غير صفحات كارو، فعندي تطبيق بي اس 4 جيل بريك يساعدني على تحميل صفحة ليفول اوف لاين للاصدار 9. فقط هذا التطبيق خاص بالاصدار 9، لكن التطبيق يحتاج اتصال بالانترنت ولمرة واحدة فقط يا شباب، يعني مش دائما تكون متصل، فقط مرة واحدة عشان يعمل لي كاش اوف لاين لصفحة ليفول، وبعدين خلص ما في داعي للنت. وكالعادة ندخل على التطبيق، وبأول خيار موجود عندنا يا شباب اللي هو ستارت سيرفر، وزي ما انتم شايفين ظهر عندي اي بي ايضا لازم نكتبه على متصفح البي اس 4، فنتجه على المتصفح وكالعادة نبلش بي اتش تي تي بي. وزي ما انتم شايفين يا شباب بيعمل لي كاش سريع طبعا لانه ما فيها غير جولد هن الصفحة فقط، وهيك خلص كاش عندي. وحاليا هو بيعمل جيل بريك على جهاز البي اس 4. نوصل اليو اس بي. موافق موافق وجولدن. خلص هاي الصفحة صارت عندنا كاش اوف لاين، ما بنحتاج النت اطلاقا. ايضا شباب بهذا البرنامج في ميزة ثانية، بقدر ارسل منه اي بيلود بدي اياه من هاتف الاندرويد. قد كل اللي عليك انك تفعل البين لودر من جهاز البي اس 4، وبالخيار الثاني تختار البيلود اللي بدك اياه. زي ما انتم شايفين انا مختار الاوربس تول بوكس. طبعا تقدر تنزل اي بيلود بصيغة البي اي ان عندك، تضغط هون وتختار اي بيلود بدك اياه من جهاز البي اس 4، وتضغط سند بيلود، وزي ما انتم شايفين هيك اشتغل عند الاوربس تول بوكس. لو رجعنا ندخل الاعدادات والاوربس تول بوكس موجود عندي. فهي فكرة الجيل بريك على جهاز البي اس 4 من تطبيق كارو اوف لاين، ومن تطبيق بي اس 4 جيل بريك اون لاين، ولمرة واحدة فقط. سلام عليكم.